عن قناعة قبل أي شيء ثاني، عن قناعة بالظلم اللي وقع على الأخ أحمد الجبر. مهما اختلفنا سياسيا في توجهاتنا لا نظلم بعض ولا نفجر في الخصومة. الآن إحنا مختلفين سياسيا مع عدة أطراف، هل يعني هذا لو لا قدر الله حصل شيء للكويت ما نوقف كلنا بجبهة واحدة ندافع عن بلدنا؟ لذلك لازم نفرق بين الخلاف السياسي والظلم، الخلاف السياسي والفجور في الخصومة. الآن يمكن أن نكون فجار في خصومتنا مع بعض، لكن نختلف، نعم نختلف، الإخوان من أم وأبو يختلفون في وجهات نظر في كثير من القضايا، فما بالك يعني الناس اللي لهم آراء سياسية ويعني مواقف معينة؟ شيء طبيعي نختلف، كل واحد يهدف إن شاء الله إلى المصلحة العامة، لكن كل واحد يرى الإصلاح بخط معين مو باتجاه آخر، فنختلف، لكن مصب آخر شيء المصب هو مصلحة الكويت. فمو عيب أن نختلف، لكن عيب أن نفجر بالخصومة.